أسعد الله مساءكم. موجز الأهم الأنباء من التناسح. حفظنا تقوم باسم عمليتي تأمين العاصمة مهند معمر إن الاشتباكات مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات الجيش الليبي وميليشيا مجرم الحرب حفتر. وأوضح مهند معمر للتناسح أن ميليشيا حفتر حاولت التقدم في محورية اليرموك وطريق الخلاطات دون أن تحرز أي تقدم يذكر، مؤكدا وصول دعم عسكري لقوات الجيش في محور الخلاطات. وأضاف معمر أن ميليشيا حفتر استهدفت منطقة السدرة بعدة قذائف مدفعية، مما سبب في موجة نزوح جديدة ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. أكد ناطق سابق باسم قوة مكافحة الإرهاب عبد الباسط تيكا وجود مقاتلين من الجيش المصري بين صفوف ميليشيا مجرم الحرب حفتر جنوب العاصمة طرابلس. وأوضح تيكا أنهم تمكنوا من القبض على أسير صباح اليوم الثلاثاء، والذي أكد وجود جنود مصريين يقاتلون إلى جانبهم. وفي ذات السياق قال عضو قوة مكافحة الإرهاب إنهم تحصلوا على الأيام الماضية على معلومات استخباراتية تفيد بقدوم ما يقارب 200 جندي مصري من مدينة الجفرة إلى المحاور جنوبي العاصمة طرابلس. أكد ناطق رسمي باسم قوة حماية وتأمين سر طه حديد مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر قصف طيران مسير تابع لحفتر السهديف استهدف دورية تابعة للقوة غرب مدينة سرت. وأضاف حديد إن هذا القصف جاء تزامنا مع احتفال المدينة بالذكرى الثالثة لإعلان تحريرها من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة على يد قوة عملية البنيان المرصوص. أدان حكماء وأعيان مدينة زليطن القصف الجوي الذي نفذته طائرات إماراتية داعمة لمجرم الحرب حفتر على مواقع داخل المدينة فجر الثلاثاء. واستنكر مجلس الحكماء في بيان له الثلاثاء ما يقوم به حفتر وداعموه من تدمير للممتلكات الخاصة والعامة في المدينة وغيرها من المدن المتضررة جراء عدوانه على العاصمة طرابلس. وشدد أعيان وحكماء زليطن على أن هذا القصف لن يثنيهم عن مواصلة النفير العام لحسم معركة صد العدوان وإنهاء تواجد هذه الميليشيات بحسب وصفه. نهاية موجز دمتم في حفظ الله ورعايته.